الأولى وهي التباعد الجسدي الدولة بدراستهم لدراسة الأخطار التي تسمى كانت البيئة للخطر من جراء نشاط مؤسس غرس ثقافة لدى الإطارات جميعا سواء كانوا من الحماية المدنية أو من مؤسسة سوناتراك لتشبيث ودعم هذه الثقافة التي تعتبر هامة وهامة جدا، وخاصة ونحن نعيش في منطقة صناعية تحتوي الكثير من المنشآت الصناعية والآبار والقنوات الغاز والبترول. هذا هو الأهم بالنسبة إلينا، هو أن نكون على دراية ونتعلم، لأن هذا اللقاء هو تبادل للخبرات بين الحماية المدنية وسوناتراك، ومن طريقة تحسين أدائنا في مجال حماية البيئة وحماية أمن المنشآت الصناعية، وبالتالي والهدف الأسمى من ذلك هو تحسين أمن المواطن، وخاصة المواطن الذي يعيش في منطقة صناعية هامة كحسيم سويد.